الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. هبوط قوي بالبيتكوين مع ارتداد وكسر مناطق المقاومة. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديق انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. هاي أرباحنا من قناة التليجرام. صديقي، هذا المؤشر بيغنيك عن القنوات المدفوعة، بيوضح لك وين صفقات اللونج وين صفقات الشورت. صديقي، إذا حابب تحصل على هذا المؤشر انضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. هبوطنا لمسنا مناطق 15,000، مع الارتداد اخترقنا مناطق 15,800. حاليا شباب أمامنا اختراق منطقة 16,200 ليفتح أمامنا 17,400 و18,200، ونرجع داخل هذا المثلث اللي تم اختراقه نحو الأسفل. للأسف عمليات بيع كبيرة عم تحصل من قبل معدنين البيتكوين، وطبعا هذا المؤشر مو خير على العملات الرقمية. هذا يعني شباب أمامنا هبوط آخر مقارنة ببير ماركت 2018. أمامنا هبوط آخر بقيمة 40%، ممكن يوصل سعر البيتكوين إلى 10 أو 12. التوقعات شباب انتهاء البير ماركت بهاي السنة، بال2023 رح يكون البول ماركت. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة، الف تحية وشكر لك صديقي. اشتراكك بيدعمني كتير. لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لنا اشتراك لحتى يصلك كل جديد.